السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب. نستهل بحول الله توقعات أحوال الطقس بتوقعات يوم الـ 31 يوليوز، حيث من المتوقع أن تعرف المناطق الشمالية الوسطى للمغرب أجواء صافية مع احتمال هبوب رياح شمالية غربية على مستوى السواحل الأطلسية. من المتوقع إن شاء الله كذلك أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تصل إلى 40 درجة ببني تجهيط والرشيدية و 45 درجة بمرزوقة وزاكورة وكذلك فوم مزقيت 43 درجة بمدينة طاطا. من المتوقع إن شاء الله كذلك أن تستمر الأجواء في الاستقرار على مستوى الجنوب الشرقي للمملكة وكذلك على مستوى الأقاليم الجنوبية مع احتمال هبوب رياح شمالية على مستوى السواحل الأطلسية الجنوبية للمغرب. ومن المتوقع إن شاء الله كذلك خلال يوم الثلاثاء القادم بحول الله أن تستمر الأجواء المستقرة على مستوى معظم بقاع المنطقة على مستوى هذه المناطق التي تتضح لنا على مستوى هذه الخريطة متابعينا الكرام، حيث من المتوقع خلال فترة يوم الثلاثاء إن شاء الله كذلك أن تعرف المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة خصوصا على مستوى الواجهة الشرقية للمغرب وكذلك المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الجنوب الشرقي للمغرب. من المتوقع إن شاء الله كذلك على مستوى الجنوب الشرقي أن يعرف تواصل في ارتفاع في درجات الحرارة، حيث من المتوقع دائما أن تبلغ درجات الحرارة ما بين 44 درجة و 45 درجة بكل من مرزوقة زاكورة في مزكي طاطا وكذلك 47 درجة كأقصى درجة مئوية ستسجلها منطقة أشت 46 درجة بالزاك و 45 درجة بأجديرية. بالنسبة للسواحل الأطلسية الجنوبية للمغرب فمن المتوقع أن ترفع هبوب رياح شمالية على مستوى هذه المناطق مع تسجيل درجات حرارة متوسطة ستصل إلى 24 درجة بطرفاية، 28 درجة بطنطان و 29 درجة بتزنيت و 29 كذلك بمدينة أكادير. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذان اليومان. بالنسبة كذلك لتوقعات الأربعاء دائما تستمر الأجواء المستقرة على مستوى معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. نلتقي في نشرة قادمة بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.